هذا فيديو صغير لي فان ديال ندى اللي كيسولوا على الحاله الصحيه ديالها. هي تحت العنايه المركزه الان، الحاله ديالها شويه حرجه ولكن نتمنوا ليها الشفاء. طبعا هي ما كتقدرش تجاوب في التليفون عند الام ديالها حريوده. حريوده سلام كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. التليفون ديالنا دا كاين عندي. كنعتذر الكبيدات ما جاوبتكمش من حيت كنتسنى الدكتوره تعطيني الحاله الصحيه ديال ندى. دابا انت مازال ما عرفتش شنو عندها؟ لا عرفت، داروا ليها لا طونسيون، عندها 21 في الطونسيون، عندها الدقه ديال القلب طالعين، تطلق ليها جوج عرق في النيف ديالها. وداروا هادشي كله السبب ديالو الاعصاب، وكان واحد الشيء مع شي جيران حدانا، هذا هو السبب. اذا بالنسبه لفان ديال ندى اللي كيسولوا عليها، هي الان بقى تحت العنايه المركزه، ما تقدرش انها تجاوب على الاتصالات ديال